يعطيكم العافية. Epidemiology and Public Health Microbiology Part 4. بالشابتر هون إن شاء الله رح نحكي عن علم الأوبئة اللي هو الإبيديميولوجي. رح نشرح شوي شو يعني علم الأوبئة، كيف بينتشر المرض بالمجتمعات بين الناس، شو الآلية اللي بينتقل فيها من إنسان لإنسان أو من حيوان لإنسان. تمام، فبالبداية في عنا احنا تعريفين اخذناهم من قبل وراح نرجع نحكيهم، اللي هم الباثولوجي والابيديميولوجي. باثولوجي علم الامراض، ابيديميولوجي تمام علم الاوبئه. هسه بحكي لك انه الشغلتين يعني كلا الاختصاصين تمام بيهتموا بالديزيز، بيهتموا بدراسه المرض. تمام، يعني كلا المجالين الاهتمامهم الانترست لهم انهم استدي دواء الديزيز، لكن كل واحد فيهم بيشوف العلم بيشوف المرض يعني من وجهة نظر مختلفة، من منظور مختلف، بحيث انه الباثولوجي تمام عالم يعني شو اسمه الباثولوجيست بيطلع على المرض من اساس المانيفستيكيشن تبعونه، الاستراكشرال تبعونه. تمام، يعني مثلا والله التشخيص المرض دايجنوسيس، صار المرض انه كيف يصير جوا جسم الانسان، بنتقل عن طريق السيلز الى اخره. يعني بدرس المرض كاستراكشرال كفانكشنال مانيفستيكيشن، وهذا التعريف اللي حكيناه بالفيديوهات اللي قبل. تمام، لكن الابيديميولوجيست لا، الابيديميولوجيست بيهتم شو اسمه بيهتم بكيف بينتشر المرض. تمام، بيهتم بوين بينتشر المرض، متى بينتشر المرض. يعني مثلا تعال نيجي ناخذ فكرة فيروس كورونا. تمام، الباثولوجيست بيطلع على فيروس كورونا على اساس انه هو عبارة عن فيروس بيضرر على الريسبيراتوري سيستم، بيضرر على الجهاز التنفسي، بيعمل مشاكل بضيق تنفس، ممكن يؤدي الى ديسترس مثلا بالمريض، ديسترس الى اخره، بيتوفى البيشنت. تمام، بيهاجم جهاز المناعة الى اخره، هذا الاشي اللي بينظروا للباثولوجيست. لكن لما نجي نحكي على الابيديميولوجي بعلم الاوبئة لا، احنا بننظر لفيروس كورونا بانه من وين طلع، كيف انتشر، سرعة انتشاره، الوقت اللي انتشر فيه، البلدان اللي اجى منها، البلدان اللي راح عليها. انه هذا اللي احنا بنهتم فيه. تمام، الابيديميولوجي بيهتم بانه ليش المرض منتشر، المجتمع اللي بينتشر فيه، والتايم اللي عم بينتشر فيه. بينما الباثولوجي لا، المرض، الاعراض، الاسباب، يعني زي ما احنا درسناهم قبل. هسا بحكي لك انه في انت عندك مجموعة من الفاكتور تمام بتهمنا كثير او بتهم الابيديميولوجي. لما انا بدي ادرس العلم الاوبئة بشكل عام، في فاكتور لازم انا اخذها بعين الاعتبار. شو موضوع الفاكتور؟ فاكتور انكلود اول اشي الكاركترستيك اوف ذا فاريس باثوجين، يعني شو هي خصائص هذا الباثوجين اللي سبب لي الديزيز. يعني مثلا شو خصائص فيروس كورونا؟ هو صغير، سرعة انتشاره كبيرة، وهيك. الأشي الثاني susceptibility of different human population resulting from over coding، يعني بحكي لك إنه أنت في عندك مجتمعات تمام بيكون نسبة انتشار المرض فيها أو نسبة وجود المرض فيها كثير كبيرة أكثر من غيرها من المجتمعات. تمام، طبعا نسبة لأنه مثلا أعدادها كثير كبيرة. لو بدك تيجي مثلا تقارن واحدة من الدول العربية مقارنة بالصين، طب الصين ما هي كثير كبيرة، عدد سكانها كثير كبير، ففي احنا عندنا أمراض معينة بتكون موجودة في الصين ما بتكون موجودة في دول أخرى. تمام، lack of immunization، في ناس ما عندها مناعة مثلا، ممكن سبب لأنه ما بيأكلوا منيح، ما عندهم nutritions، ما عندهم vaccination، ما عندهم مطاعيم. مثلا نجي نطلع على المجاعات اللي بتصير بأفريقيا، أو انسى المجاعات، يعني قديش مثلا دول هذيك معدمة ما عندها مطاعيم، فمناعتهم كثير قليلة، فلو أجاهم فيروس ما رح يقدروا يتحملوا، رح يصير معهم الديزيز. نوتريشنال ستاتوس اللي هو التغذية. تمام، في ناس بيكون عنده فقر بالتغذية لأنه ما في مصادر للغذاء، مثل زي ما حكينا قبل المجاعات. ان ادزيجون سانيتيشن بروسيجرز، يعني في زي ما حكينا دول العالم الثالث او الدول الفقيرة اللي بتكون معدمة، بحيث انه ما في عندها التعزيزات الصحية المناسبة لحتى اي بني ادم يعيش منيح. يعني ممكن كثير في دول تلاقي او مناطق معينه ما تلاقي في عندها تصريف صحي. تمام، يعني لاي درجه ممكن تكون حياتهم ملوثه مهددين، وما بيكون في عندهم مستشفيات، مستوصفات، اشياء معينه، فهذا الاشي راح يزيد فرصه اصابتهم بالديزيز.
location اللي هو reservoir where pathogen are lurking and the various way in which infectious disease are transmitted. طبعا هاي النقطة راح نرجع نحكي عنها بباقي الشابتر، بهذا الشابتر يعني نفسه ان شاء الله بالتفصيل. بحكي لك انه كمان اللي بيهمك انت بعلم الاوبئة وين متخبي الفيروس، وين متخبي الباثوجين. طبعا الريزرفوار اللي هو المخازن اللي بتخبى فيها او الاماكن بتواجد فيها، هل يتواجد داخل مثلا الحيوانات، داخل احنا كبشر كانسان ممكن عادي نكون احنا نواقل للفيروس، نواقل للباثوجين، او حتى بس مخزنين، يعني مو ضرورة تكون انت مصاب بالمرض لكن ممكن تكون ناقل للمرض. طبعا الديفرنت بلايسز ممكن يكون بشر يعني حيوان الى اخره، كائنات حيه ناقله للمرض، مخازن المرض، ممكن تكون اشياء غير حيه بس تكون ناقله للديزيز. ممكن نلاقيها بالمستنقعات، ممكن نلاقيها باماكن ملوثه الى اخره، يعني وين بيكون موجود الباثوجين. بحكي لك انت لما الحد اللي بيدرس علم الأوبئة بيكون مهتم بكل تفاصيل الديزيز، بكل إشي، تمام؟ يعني نحكي هو مين نقله أو شو هو هذا الباثوجين، what, where, when, and why, how، تمام؟ بيكون مهتم بجميع الديتيلز. مثلا بحكي لك إنه هو بيكام انفكتد، مين البني آدم اللي انصاب فيه، تمام؟ هل هو من المجتمع المحلي، من المجتمع الغربي، هل هو دول برا، دول الى اخره، تمام؟ فحنا بنكون مهتمين بمين انصاب بالمرض، مهتمين ايش الممرض اللي سببه، شو هو الباثوجين اللي عمل لك هذا الديزيز، تمام؟ من وين مصدرهم، من وين اجى هذا الباثوجين، من وين طلع، طلع من كائنات حيه، كائنات مش حيه الى اخره، تمام؟ طبعا هذا، طيب هذا الباثوجين او هذا الديزيز نحكي المرض هذا صار بوقت معين وانتهى، ولا صار ولساته عم بيصير، رح ينتهي مش رح ينتهي، تمام؟ في مجال ينتهي ولا لا، متى طلع، بأي وقت من السنة، بالصيف، بالربيع، بالشتاء، بالخريف، تمام؟ وين صار المرض، بأي دولة، طب ليش صار بهاي الدولة مش بدولة ثانية، يعني اشمعنى مثلا فيروس كورونا صار بالصين ما صار بدولة ثانية، تمام؟ كيف انتقل، هل بنتقل عن طريق مثلا الهواء، عن طريق مصافحة الإيدين، بنتقل عن طريق الحشرات، كيف الطريقة اللي بنتقل فيها، وليش بصير هذا الاشي، او ليش كل هذا صار اصلا، تمام؟ بالنهاية الباثولوجيست سوري العالم بعلم الاوبئة بيهتم بيجمع كل هاي التفاصيل عشان بالاخير يوصل لنقطة واحدة. بالنهاية احنا بنوصل لنقطة بحيث انه نمنع هذا المرض يصير بريفنت، اذا ما قدنا نعمل بريفنت على الاقل نعمل كنترول عليه، تمام؟ بنهتم كمان في الإراديكيت، احنا بدنا نتخلص منه تماما لهذا الديزيز. حلو حلو. هسه هون epidemiologic terminology راح نحكي عن شوية مصطلحات بعلم الأوبئة بتهمنا. أول مصطلح اللي هو الكوميونيكابل، تمام؟ اللي هو، وفي كمان الكونتيجوس، الشغلتين يرمزوا لإشي واحد اللي هو إنه أمراض معدية، أمراض معدية. لكن بحكي لك بإنه المهم هذول المصطلحين بيرمز انه المرض اللي عم نحكي عنه هو عبارة عن مرض معدي، تمام؟ بينتقل بالعدوى. لكن اكيد احنا في عنا فرق بيناتهم، الفرق بانه سرعة يصير عندك العدوى. يعني مثلا بالكونتيجيوس بحكي لك ان العدوى بتصير بشكل سريع وبشكل سهل، ايزي. يعني مثلا لما نحكي انفلونزا، سلم على واحد مع انفلونزا مثلا او واحد بيعطي صبوج الثاني، دغري بينتقل الديزيز، سهل. زي فيروس كورونا مثلا سهل كثير انه ينتقل. لكن الكوميونيكابل لا، بيكون هو صح اوكي معدي، لكن طريقه انتقاء المرض مش سهله، تمام؟ المرض بده ناقل عشان يقدر ينتقل من انسان لانسان، تمام؟ بده اشي بنسميه فيكتور، بده كارير، بده حامل للمرض. حلو، هياتا هي الفرق بين المصطلحين. يعني زونوتيك ديزيز اللي هو عبارة عن أمراض بينتقلوا من الحيوان للإنسان، تمام؟ زي التوكسوبلازموسيس لما تعمل عند المرأة الحامل مثلا، اللي بينتقل عن طريق البسس، من البسس للإنسان، رح نحكي عنه بالتفصيل إن شاء الله. incidence morbidity rate prevalence mortality rate. هسا incidence مثلا، لما نحكي incidence هم عبارة عن شو؟ هم عبارة عن عدد الحالات اللي بتصير جديد، تمام؟ هو كل الحالات من هذا المرض المعين اللي صارت جديد، it's a new cases، تمام؟ so incidence is the new
cases. أنا قاعد عم بقيس شو هي ال occurrence لل new cases. اللي بعده morbidity rate. هسا morbidity rate شو يعني؟ شفتوا ال incidence؟ الانسيدنس اللي حكينا عنها، احنا بنجيب الانسيدنس الحالات الجديدة بنقسمها على عدد الحالات كلياتها، تمام، او على عدد الناس كلياتهم الموجودين في هاي الفئة المعينة، بطلع عنا اشي اسمه موربيديتي ريت. تمام، هاي مثلا هون كمان نفس الشيء حاطين لكم بالنوتس انه الانسيدنس هي عبارة عن النيو كيسز، عدد الحالات الجديدة. يعني مثلا رحنا انا في بمستشفى في عندي 100 حالة، 1000 حالة الى اخره، رحت انا عملت لهم فحوصات وشفت مين هم النيو الناس اللي انصابوا بالديزيز اللي معاهم المرض. رحت لقيت مثلا في عندي 28 حالة، ف 28 هم عبارة عن نيو كيسز، 100 شخص فحصتهم لقيت في 50 معاهم الديزيز، فبحكي انه النيو كيسز هم 50 شخص، تمام. وهيك اما لما احكي morbidity rate فلا، الموربيديتي بينما احكي morbidity rate فانا بجيب النيو كيسز وبقسمها على عدد الناس كلهم عملت لهم الفحص. يعني مثلا هون انا جبت 1000 ولقيت في 28 معهم الديزيز، فالموربيديتي rate هم 28 على 1000. مثلا انا فيروس كورونا رحت عملت مسحه ل 100 حدا لقيت في 50 معهم الديزيز، فبحكي 50 تقسيم 100 morbidity rate، تمام. يعني المصطلحات كثير سهلة. اللي بعده عندك انت البريفالنس. البريفالنس هو انك تعمل مجر لكل الكيسز بغض النظر كانت old cases او كانت new cases، تمام. انت بتقيس كل الحالات already existence، كل الحالات الموجودة بغض النظر كانت حالات جديدة او كانت حالات قديمة، تمام. البريفالنس بنكون عارفين انه هو بنقسم ل 2 تايب، في عندك البوينت بريفالنس وعندك البيريود بريفالنس، تمام. لما نحكي بوينت بريفالنس انا بروح بقيس عدد الناس اللي معاهم المرض، تمام، في وقت محدد في نقطة زمنية معينة. يعني بالتعريف بتكون كاتب هم النمبر اوف يعني people have the disease، تمام، in population at a time، تمام. حلو، هاي هي الفكرة. أما بالبيريود بريفالنس اللي هي النوع الثاني، ما في أنا عندي سنجل بوينت بروح بحسب فيها البريفالنس الحالات كلياتهم اللي معهم المرض، يعني لا، أنا باخذ فترة زمنية معينة، باخذ بيريود اوف تايم. البوينت بريفالنس أنا كنت عندي سبيسيفيك تايم، عندي سنجل بوينت. أما بالبيريود بريفالنس أنا باخذ بيريود اوف تايم، تمام. عندي المورتاليتي ريت. مورتاليتي ريت اللي هي عبارة عن اللي هو الوفيات، الناس اللي بتوفوا من هذا المرض. كيف بحسب المورتاليتي ريت؟ بروح بحسب الناس اللي توفوا من هذا الديزيز، يعني خلاص ماتوا، على عدد الناس اللي معاهم الديزيز او عدد الناس كلياتهم. يعني المورتاليتي ريت ما له سبيسيفيك حسبة معينة لانه هو اصلا اكثر من نوع، فاعتمادا على اي نوع انت بدك بتروح بتحسبها. هذا الحكي مش مطلوب منكم في المايكرو، يعني خاصة انتوا بس كنوا عارفين شو يعني مورتاليتي ريت بشكل عام. لو لقدام نزلتوا مادة مثلا اسمها علم الاوبئة، هي مادة حرة بالكلية، ممكن تاخدوا كل هاي التفاصيل ان شاء الله. هاي مثلا هون فرق بين الانسيدنس والبريفالنس، بحكي لك الانسيدنس هم النيو كيسز، تمام. البريفالنس اللي هو النيو كيسز، البريفالنس سوري اللي هم الاكزيستنس كيس بغض النظر كان نيو او اولد او اولد كيسز، تمام. لما بدك تحسب انت ال شو اسمه مثلا زي ما حكينا الموربيديتي او المورتاليتي ريت، بروح انا بقسمهم، بقسم الموربيديتي يعني قسمت النيو كيسز على التوتال بوبيوليشن. نكمل. اوكي، هسا طبعا بحكي لك انه كل ديزيز له مورتاليتي ريت، له موربيديتي ريت، له بريفالنس، له بغض ممكن يكون كونتاجوس او يكون زونوتيك او يكون كوميونيكابل او ما يكون واحد منهم. بحكي لك انه اوبجكتيف سوتش از سبوردك. اوكي، هسا في عندك كمان انه كل ديزيز ممكن يكون سبوردك او يكون اندبي، يكون بانديميك، تمام.
the particular population. هسه هاي المصطلحات الأربعة راح نشرحهم بالتفصيل الممل، تمام؟ كل واحد فيهم يرمز إنه الديزيز كيف ممكن يكون، هل إنه بيكون منتشر في دولة معينة وغير منتشر في باقي دول العالم، وهل هو بيكون منتشر في كل دول العالم، يعني انتشر على كل العالم زي مثلا فيروس كورونا انتشر على كل العالم. شو المصطلح اللي بنعبر عن انتشاره في كل مكان بالعالم؟ مثلا ممكن يكون في أمراض متواجدة في دولة معينة وما بتروح ما بتنتهي، يعني بتحسها مثلا بتصير بفترة معينة بتكون الأعداد كثير كبيرة، والشهر اللي وراه بتقل الأعداد، تمام؟ بتوصل لمرحلة تكون كثير قليلة بترجع مرة ثانية بتزيد الأعداد. شو هالمصطلح اللي بنعبر عن هاي الإشي، تمام؟ يعني كيف هذا الإشي بيصير. وفي أمراض مثلا كمان انتشرت بفترة معينة وانتهت وخلصت وراحت، شو المصطلح اللي بنعبر عنه؟ هاي الفكرة. هون راجعين حكينا عن ال communicable disease وال contagious disease، بحكي لك إنه both them used by pathogen، يعني كلاهما كلا المصطلحين بيعبر عن أمراض معدية انتقلت للإنسان عن يعني بتنتقل عن طريق العدوى، تمام؟ بيكون سببها pathogen. لكن الفرق بحكي لك شو، بحكي لك إنه ال communicable disease بتكون سرعتها بتكون كثير سوري الكونتاجوس ايزلي، تمام؟ ترانسميتد كثير سهل انه تنتقل من بيرسون تو بيرسون. لكن الكوميونيكابل ديزيز اوكي هي صح بتنتقل من بيرسون لبيرسون، لكن بتكون انتقالها بدها كارير، بدها اشي معين، يعني بتكون لسه بدها شوية صعوبة. زونوتيك ديزيز زي ما حكينا هي عبارة عن امراض تنتقل عن طريق الحيوانات، عضو مش عارف عضو كلب حطته بس، او عن طريق الفيتوس تبع البسس، عن طريق الفيتوس تبع ال different type of animals، او عن طريق مثلا انه عضو عنكبوت، اي نوع من انواع المفصليات، حشرة كانت طبعا تكون هاي الحشرة ناقلة للمرض، تكون في جوهي مصابة بالمرض تنتقلها، زي مثلا مرض الكوليرا زي ما احنا عارفينه. اللي بعده incidence and morbidity rate، كمان برجع بحكي لك شو يعني incidence، حكينا انه هم عبارة عن اللي new cases اللي بيصابوا بالمرض في specific over a specific period of time، تمام؟ معطينا كون مثلا example هي عدد الحالات الجديدة اللي صار معها pulmonary syndrome في United States America. The incidence of a disease is similar to the morbidity rate for the disease. بحكي لك إنه which is usually expressed as the number of new cases of a particular disease that occur during a specific period per specifically defined population. يعني زي ما حكينا بتروح بتجيب أنت ال incidence تقسمها على هذا ال population اللي صار فيهم ال disease، فبطلع عندك أنت ال morbidity rate. ما حكينا فوق يعني كله حكي فاضي، ما اتوقع يجيبوا لكم ارقام لانه حتى احنا عمره ما جابونا ارقام انه نحلهم، يعني يعطوك مثلا اعداد وتحسبها. دائما بالعاده بتكون اسئله زي هيك true false او accept. نفس الشيء prevalence، بحكي لك انت في عندك period prevalence وعندك point prevalence. زي ما حكينا مثلا عندك ال period prevalence انت بيكون في عندك period of time تحسب من خلالها، بينما ال point انا كان في عندي single point احسب فيها. مثلا تعريفهم بال period بحكي لك انت عم تحسب ال particular diseases of a number of cases، طبعا بغض النظر كانت ال cases new or old، بتحسب انت ال both، تمام؟ existing in a given population during a specific period of time، تمام؟ specific period of time هاي period prevalence. أما ال point prevalence بحكي لك اللي هي بتكون شو in a given population at a particular moment of time. at what particular moment of time يكون أنا في عندي a specific population، تمام؟ طبعاً أكيد بيكون ب population معين، يعني مثلاً أنت فتحت المستشفى ولقيت المستشفى في 100 شخص، تمام؟ طلبت تعمل مسح على هذول 100 عشان تشوف prevalence لديزيز معين، تمام؟ هسا لو حكيت انه انا بدي خلص، يعني مثلا بغض النظر متى كان بالمستشفى، مين هم، شو عملوا، شو سووا، متى اتاخذ، المهم تعملي المسحة وتخلص، المهم بدي اعرف الريت بشكل عام، تمام؟ لما احكي لك هيك معناته انا اخذت شو، انا اخذت شو اسمه period prevalence، تمام؟ وخلصنا. لكن لما انا احكي لك بدي point prevalence بكون محدد لك انا بدي اياهم، بدي تعمل لي المسحة لهذول 100 اليوم، بدي كل 100 اليوم تعمل لي المسحة، انا حددت لك وقت محدد بدي
يوم، فهاي اليوم هي عبارة عن شو؟ هي عبارة عن نقطة زمنية محددة، تمام؟ طلبت تعملي المسحة اليوم، يعني اليوم. اليوم mortality rate، حكينا mortality rate اللي هو يعبر عن الدث عن الوفيات، بحكي لك اللي هو أو death rate بيحكوا له is the ratio of the number of people who die in particular disease during a specific period by a specific population. بتقسم عدد الناس اللي ماتوا من population by specific time على عدد الناس كلياتهم، تمام؟ طيب هسا رح نبلش نحكي عن المصطلحات اللي حكيت لكم عنها فوق، تمام؟ أول مصطلح ركزوا معي، أول واحد اسمه sporadic disease، تمام؟ sporadic disease شو هو؟ sporadic disease بحكي لك إنه هو عبارة عن one، هو عبارة عن مرض occur only occasionally، تمام؟ أو sporadically within the population of a particular geographic area، تمام؟ يعني هذا المرض بيصير شو بمنطقة جغرافية معينة، تمام؟ يعني مثلاً بيصير بس مش عارف بس بالصين، بيصير بس بأفريقيا، بيصير من فترة لفترة، تمام؟ يعني بيصير بفترة، تمام؟ بعدها بيختفي لفترة معينة برجع مرة ثانية بيطلع، تمام؟ برجع بيختفي برجع بيطلع. الأمثلة على هذا الأمراض مثلا على ما أتوقع يعني الكوليرا، تمام؟ كثير الكوليرا مرات أو الملاريا، حتى الملاريا بتحس إنه مثلا بتصير بهاي الدول المعينة بكثر عدد الوفيات وبعدها بتقل، يعني بيختفي برجع بطلع بعد فترة زمنية معينة، وبصير بمناطق جغرافية محددة. يعني مثلا بنحكي ملاريا، ملاريا اللي هو بتكون المي بتكون ملوثة، اشي زي هيك، ومناعتهم اصلا ضعيفة وما عندهم مطاعيم ضده، يعني رغم انه الكل صار عندهم هذا المطاعيم بس في دول ما عندها، فهاي المناطق الجغرافية بصير فيها الديزيز. هذا شو بنسميه؟ بنسميه sporadic disease، تمام؟ sporadic disease. الأمثلة على السبالي ديزيز زي مثلا البلايك، الطاعون، التنس، الكزاز، البوتوليزم، الكوليرا زي ما حكيت، وخاصة انسوا مثلا الملاريا، تمام؟ وتفقيد فيفر، تمام؟ بتصير منطقة جغرافية معينة بتصير فترة بتختفي بترجع بتصير مرة ثانية، تمام؟ طبعا بحكي لك انه ممكن نقلل من هذه الأمراض او نمنحها عن طريق مثلا مطاعيم، نعطيهم vaccinated، نعزز مناعتهم، نعزز المناعة كمان بأنه نوفر لهم بيئات صحية يعيشوا فيها، يكون في عندهم sanitary condition، ظروف صحية ملائمة، تمام؟ هاي الأمثلة اللي لازم تحفظوها أنتوا على sporadic disease. المثال اللي بعده اللي هو endemic disease، النوع الثاني. هسا endemic disease شو يعني؟ endemic disease بحكي لك إنه هي عبارة عن أمراض بتكون موجودة كمان في population، في مناطق جغرافية معينة، لكن هذا المرض شو خصيصته؟ خصيصته إنه هو دائما موجود، دائما ما بختفي زي اللي قبله برجع بطلع مرة ثانية، دائما موجود، لكن في فترات بيكون فيها كثير نسبة الإصابة، وفي فترات بيكون نسبة الإصابة كثير قليلة، لكن هل يختفي المرض؟ أبدا لا يختفي، ما بتوصل الدولة مثلا إنه صفر كيسز من هذا الديزيز، تمام؟ إذا ما إحنا شايفين هي عبارة عن disease that are always present within the population of particular geographic area، دائما موجود، تمام؟ يعني is never die out completely. المثال على endemic infectious disease زي مثلا التوبركلوسيس، تمام؟ مرض السل، مرض السل بحكي لك انه ما بيختفي تماما. اوكي الأمراض اللي تعملها staphylococcal، streptococcal infection، sexual transmitted disease زي الجونوريا بتنتقل عن طريق الجسم السكتوال، الجونوريا زي ما حكينا السيلان، السفلس الزهري، والفيرال ديزيز زي الشيكن بوكس، تمام؟ مامبوس، نكاف، جدري، انفلونزا، كل هاي الأشياء. حلو اللي بعده اوكي اللي بعده اللي هو الإبيديميك ديزيز. إبيديميك ديزيز بيطلع يعني فجأة، تمام؟ ما بيكون في عندك أنت أمراض، ما بيكون في عندك ولا أي شيء، فجأة بيطلع ديزيز وبينتشر، بيكون وبحصد مرات أرواح يعني، تمام؟ so الإبيديميك ديزيز هو outbreak defined as a great، تمام؟ greater than usual number of cases of diseases in a particular region usually occurring within a relatively short period. وبالعادة بيكون في short period، يعني مرات شوفوا بتكون دولة معينة اوكي بيكون في عندها مثلا زي مرض الانفلونزا، بيكون في عندها فلو يعني عادي، بصير الفلو بالعادة في هاي الدولة، مرات يموتوا ناس معينين، بتكون اعدادهم مثلا 20 سبيل المثال بس، لكن فجأة ما بتشوف الا وقبة مرض كل الدولة، بدل ما 20 بالسنة ماتوا لهم 1000،
تمام، فبنحكي انه فجأة، والإشي انه هاي يعني الفترة اللي بصير فيها هذا الديزيز الاوتبريك بيكون short period. تمام، مثلا على زي ما حكينا الانفلونزا الفلو صارت بسرتان تايم اوف ذا يير اند انفولف موست اوف ذا بوبولاشن بيكوز ذا اميونيتي ديفلوب ان برايور يير از يوجوالي تمبوري. هسا احنا عارفين انه في عنا احنا فاكسينيشن مطاعم، صح ولا لا؟ بناخذ احنا المطعوم فخلص، لانه حتى لو رجع الباثوجين ما راح تنصاب بالمرض لانه انت عندك مناعة منه. ولكن الانفلونزا مشكلتها انه حتى لو اخذت مطعوم، يعني هذا المطعوم بالكثير بضل لسنة، بيحميك لسنة حتى مرات اقل، لانه الفيروس، لانه الباثوجين اللي بيحمل هذا المرض بغير بحاله، بغير بشكله بسهولة جدا، فبالتالي ما راح تلحق. يعني لو تحكي بدك تاخذ مطاعم الانفلونزا مش راح تلحق. تمام، هل الفيروس بغير من شكله كل شوي، فكل سنة بطلع عندك شكل جديد، بطلع عندك نوع جديد بده تريتمنت معينة. تمام، فمش منطق ولا كل 6 شهور ولا كل سنة نعمل مطعوم جديد للإنفلونزا. هاي في مثال كمان تحت على الريسبيراتوري ديزيز، واحد من الأمراض اللي بنتقل عن طريق أين بسببه باثوجين معين، وهو فترتها يعني حصد أرباح وكان بشورت بيريود. اللي بعده باندميك ديزيز. باندميك ديزيز شو يعني؟ باندميك ديزيز هذا المرض ممكن نحكي له زي فيروس كورونا، انه انتشر على كل العالم. تمام، من كلمة بان كبير، فانه هو انتشر على كل الورد. هو disease that is occur in epidemic preparation in many countries stimulously sometimes worldwide. يعني بحصل بمناطق عديدة من العالم في نفس الوقت، وممكن حتى يكون على كل العالم. ما أظنك مثال الانفلونزا صارت ما بين 79 و 32 29 و 32 بعشرين سنة، كان قاتل 21 مليون بيبل. لا سوري، هو قضى 21 مليون إنسان، أنت شغلت 20 سنة. أوكي، بنكمل بالبانديميك ديزيز. بحكي لك إنه بالبانديميك ديزيز حسب منظمة الصحة العالمية إنه half of the deaths occur in developing countries. بحكي لك إنه الباندميك ديزيز هاي الأمراض اللي فجأة بتطلع، تمام، هي كانت المسؤولة عن قتل نص سكان العالم. تمام، وحتى يعني بالدول المتقدمة كمان بالديفلوبينج كونتري. فيروس كورونا قديش لحاله قتل، بحكي لك إنه نص هاي الوفيات، طبعا الانفكشوس يعني هي اللي قتلت نص سكان العالم. تمام، بحكي لك إنه نص هاي الوفيات واغلب هاي الوفيات بسببها، يعني كانت بسبب ال HIV اللي هو مرض الايدز والتبركلوسز والسل، وفي عندنا كمان الملاريا. تمام، هذول المرضين مع بعض قتلوا 300 مليون. اوكي، بحكي لك انه هاي these diseases، these three diseases اللي هم الملاريا tuberculosis و HIV، هذول الثلاث cause more than 300 مليون illnesses and more than 5 مليون death per year. عملت كل سنة بتعمل لك 5 مليون وفاة. الارقام هاي ما عمرهم جابوا عليها صراحة. طيب، رح نحكي عن كل واحد من هذول الامراض بشكل مختصر. اول اشي الايد، احنا عارفين الايد نقص المناعة المكتسبة، تمام، اللي بنتقل عن طريق الدم او عن طريق طوائل السكتوال. بحكي لك انه هو اول مرة تم اكتشافه ب 1959، لكن هذا لا يعني انه بلش بس من هاي من 59، في كثير، الارجح انه هو كان قبل موجود. اوكي، بحكي لك انه اخر 20 سنة يعني فعلا اللي كان تأثيره كارثي على الناس، وشافت منظمة الصحة العالمية كما بين 81 وما بين 2001، وهو السبب الرابع للوفاة حول العالم. تمام، طبعا الإيدز زي ما احنا عارفين لهسه ما في له علاج. قتل أكثر من 60 مليون، هاي كلها أرقام 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 أرقام. اصلا شوفوا، الايدز هو عباره عن فيروس، واحنا بشكل عام اصلا عارفين ان الفيروسات ما بنعطى علاج. يعني لما يجي واحد لعندك مثلا معه فلو انفلونزا، بتشوف هل هاي الانفلونزا او هذا الالتهاب اللي معاه هو بكتيري، هل هو فيروس.
البكتيريا بنعطيها ميديكيشن عشان نقدر نقتل البكتيريا وخلص بطيب الواحد يعني. أما لما يكون معاه التهاب أو يكون سببه يعني فيروس ففعليا العلاج ما بيكون عشان ما بتعطيك عفوا كيف نحكيها هاي يعني بينعطى، بس بدك تكون واعية بنعطي انت البكتيريا او لا. يعني بشكل عام شوفوا القصة مش قصة أدوية ولا قصة ميديكيشنز، يعني دائما كل أي مرض بصير البني آدم لازم احنا نكون واعيين مين سببه عشان نقدر نعطي الميديكيشن الصحيح، صح ولا؟ مثلا إذا كان سببه باثوجين، إذا كان سببه فيروس بتعطي ميديكيشن الفيروس، إذا كان سببه بكتيريا بتعطي ميديكيشن البكتيريا، تمام؟ وإعطائي أنا للميديكيشن بيكون سببه عشان أنا أسرع العلاج، بدل ما يظل المريض مثلا انفلونزا اسبوعين زمان بعطيه ميديكيشن عشان يطيب باسبوع عشان يطيب بكم من يوم. الفكرة المناعة، مناعة جسمنا هي الدفاع الاول، هي فعليا اللي بتشفي المريض، تمام؟ فانا لما اعطي الميديكيشن بسرع عملية الشفاء. ولا عادي يعني الواحد لو ما يصير معه مثلا بالفيروس نعناع زهورات شيء زي هيك وبطيب، لكن فترته بدها تكون اطول. اما اللي ما عندهم مش مناعة فهذول الله يعينهم. طيب نرجع لموضوعنا اللي هو التوبركلوسس. التوبركلوسس مرض السل، حكينا بسببه المايكوبلاكتيريوم، هاي اللي يكون في عليها واكسز، اذا متذكرين بالشابتر اللي قبله حكينا هذا الواكسز بيمنع سلها دايجستشن مثلا، تمام؟ اوكي، هيك خلال فترة العلاج على الاقل لازم تكون 6 months، حكينا هذا من الكرونيك انفكشنز ديزيز. شوفي كمان اشياء حكينا عنهم. طيب وين مشكلتي انا بالتوبركلوسس بالسل؟ يعني خلص ليش ما اعطي ميديكيشن يقضي على هاي المايكو بكتيريوم وخلص؟ اوكي انا عملت ميديكيشن واعطيتهم وانشفوا ورجع مره ثانيه انصابوا، لما رجعت اعطيت نفس الميديكيشن ما زبط، ما عالج المريض. طب ليش؟ بكل بساطه لانه صار في عنا احنا ريزيستنس، صار في مقاومه. هاي المايكو بكتيريوم لاقت طريقه بحيث انه هذا الدواء اللي كان يقضي عليها هربت منه او عملت ميكانيزم ما يصير يقتلها، فصار اسمه ريزيستنس. انا صرت بحاجة اعمل ميديكيشن جديد عشان اقدر اقتل هاي البكتيريا، تمام؟ فمشكلتي انا صارت بالريزيستنس. نوع السل او نوع التوبركلوسيس اللي صارت مقاومة شو سميناها MDRTP اللي هو Multi Drug Resistance Tuberculosis، يعني عطت ميديكيشن الأول صار مقاومة، جربت الثاني والثالث والرابع كمان وكلهم بيعملوا ريزيستنس. أنا بخاف من هذه المشكلة، يعني تخيل أنت تعطي أنتيبيوتكس وما في أي استجابة، ممكن لقدام نوصل لمرحلة يصير في ريزيستنس على كل الأدوية، فهاي مشكلة. يعني تخيل واحد يموت لأنه هو معه التهاب بكتيري. طبعا احنا نحكي عن توبركلوزز عن السل، ممكن لقدام يصير الالتهابات العادية البسيطة جدا، تمام؟ الرشحة ممكن لبعدين اذا ما في عنا احنا مضاد حيوي ويقدر يقتلها نموت فيها. تمام اوكي، هسه المرض اللي بنكمل بالتوبركلوسس بحكي لك انه التوبركلوسس في كثير ناس بموتوا منه كل يوم، بصير في عنا احنا ريزيستنس، ثلث سكان العالم معاهم. بحكي لك الوفاة، بحكي لك انه الناس بتوفوا بسبب التوبركلوسس. الناس بيكون في معاهم ايدز، لكن سبب الوفاة ما بيكون الايدز، بيكون التوبركلوسس، تمام؟ هاي الفكرة، هاي مهمة مرة جبناها بالامتحان. ملاريا، هسه الملاريا تمام اللي بنتقل عن طريق الموسكيو اللي هو عن طريق الحشرات، تمام؟ بتكون حشرات مثلا موجودة في المستنقعات بتلقط هذا المرض باثوجين، او مثلا بتلقطه من بني ادم، من انسان مصاب بالمرض تروح تنقل لانسان اخر، تمام؟ طبعا نعتبر هذا المرض endemic disease. الملاريا هو endemic، تمام؟ شو نوعه؟ نوعه endemic. اللي بسبب الملاريا زي ما حكينا باراسايت، اوكي، نسبة انتشاره كثير كبيرة، اكثر اشي كان موجود بافريقيا، وهنا حكينا ليش افريقيا. اوكي هسا نجي نحكي عن معلومة فكرة جديدة اللي هو الـ survivor of infectious. طيب
نحكي هون مين هم مخازن الباثوجين، شو هي الأماكن يلي بتكون موجودة فيها الباثوجين. نحكي بشكل آخر مصادر الباثوجين، مصادر مخازن وين بيكون موجود. المهم هي sources of the microorganism. تمام. طبعا هو بيشمل أي مكان بيقدر الباثوجين يتواجد فيه، يعيش جواته ويتكاثر جواته، بغض النظر كان هذا المكان كائن حي أو كائن غير حي. تمام، يعني living host أو كان inanimate. تمام، أول شيء رح نبلش نحكي عن الأماكن هاي اللي بيتكاثر فيها أو بيكون موجود فيها، اللي هي sources of the pathogen، sources الحية living resource فيروس. تمام، بلش بالليفينج. الليفينج ممكن يكون احنا بشر الهوست، تمام، احنا از هيومن ممكن يكون مخازن لهذا الباثوجين. الهاوس هولد بيتس الحيوانات الاليفه، الفرام انيمال حيوانات المزرعه، الوايلد انيمال حيوانات يعني بتكون بالعشب الغابه، الانسكت الحشرات، العنكبوتيات الى اخره، المفصليات يعني بشكل عام. بحكي لك بالنسبة للإنسان، ممكن الإنسان شوفوا الإنسان ممكن شغلتين، يا بيكون مصاب بالمرض وناقل للمرض، يا بيكون ناقل بس ما بيكون مصاب، يعني عادي مثلا بيكون موجود فيه الباثوجين لكن ما بيكون على ساين ولا سمتم ولا بينصاب بمرض أصلا، بس إنه هو بينقله، أو ممكن يكون مصاب وبينقله. وممكن كمان الخيار الثالث إنه هو يكون بفترة الحضانة وينقل المرض، يعني هو بيكون بالإنكوبيشن بيريود، تمام، ما بيكون عليه أعراض وعلامات وبينقل المرض. لكن يعني الإنسان ينقل المرض رح يصير عليه أعراض وعلامات لبعدين، بس تخص فترة الحضانة. تمام، فهاي ثلاث خيارات، ينقله وينصاب فيه، ينقله بدون ما ينصاب فيه، أو ينقله خلال فترة الحضانة وينصاب فيه. هيومن كارير، أول شي بلش نحكي عنه يعني us as a human. بحكي لك إنه the most important reservoir of human infectious disease are other humans، يعني أكثر واحد بنقول المرض للهيومن هم other humans. تمام، لأنه إحنا البشر ما شاء الله علينا والكاريرز. تمام، الكارير شو هو الكارير أصلا؟ هو عبارة عن person who is colonized with a particular pathogens، بيكون جواته الباثوجين، but the pathogen is not currently causing disease in these persons، يعني الإنسان اللي حامله ما يعني الباثوجين ما عمل المرض لأسباب متعددة. تمام، لكن however هو قادر أنه يعمله transmitted ينقله. تمام، فأنت عندك passive career وincubator career. passive career أنه الشخص بينقله بدون ما ينصاب فيه. incubator careers أنه الإنسان اللي بيكون حامل الباثوجين ينقل الآخرين خلال فترة الحضانة، بس بالأخير رح ينصاب فيه. animals انه بيتم نقل الديزيز كمان او الباثوجين عن طريق الحيوانات اللي سميناها زونوتيك ديزيز. تمام، طبعا عن طريق ممكن بهاي الاتصال المباشر مع الحيوانات انه اجى عضه، او عن طريق اتصال غير مباشر انه هو راح مثلا اكل اشي فيه مخلفات الحيوانات. تمام، او تنفس اشي. تمام، إذن هي بكون عن طريق direct contact with the animals، عن طريق inhalation أو ingestion of the pathogen or by injection of the pathogen by an arthropod. sorry، هي direct، عملية إنه ingestion تعتبر عملية direct. تمام، ingestion زي مثلا شو في أتوقع موجودة بالسلايد اللي بعده، إنه مثلا في مرض اسمه toxoplasmosis بينتقل عن طريق البسة، حكيت لكم عنه من قبل، بدنا ننتكو فيه أنا. المهم التوكسوبلازموس بيكون موجود في البويضات اللي بتنزل بالفيسس تبع البسة. فإذا مثلا الفيميل خصوصي، يعني احنا بنهتم بالفيميل وخصوصي اذا كانت بريجرنت حامل، اذا اكلت البويضات الموجودة جوات الفيسس تبع البسة عن طريق الخلط، يعني مثلا مش عارف انه فات على اكلها اللي هي بتاكله بدون قصد، راح يعرض الجنين لمشاكل جدا خطيره، راح يعمل عنده ديفكت، ممكن جدا انه اصلا تجهض ويصير عنده اجهاض ما تكمل الحمل اصلا. المهم بغض النظر، بحكي لك انه الانيمالز مثلا زي الدوجز، الكاتس، الباتس لاخره، الضريبان، الارانب. تمام، مثلا هون في عندك انت مثال انه بينتقل عن طريق الرابيتس، حاطه لك عندك اياه. تمام، عن طريق مثلا الخفاش اللي احتمال يكون هو سبب كورونا الى اخره. فعنا كمان داء الكلاب، تمام،
عن طريق انه يعضه للانسان. في عندك عن طريق الكات، عن طريق البسة، تمام، ترانسفير، بحيث ان البسة هي تنقلك البكتيريا، بتنقل مثلا السفالوكوكس، تنقل الباستيوريلا، بتنقل الانيروبوز، الستوكوكس الى اخره، تمام، عن طريق الماوث اوف انيمال انتو تشيو. حلو، الماوث تبعهم من الفم، اللعاب تبعهم، بصير في عندي انفكشوس. هاي المثال قلت لكم عنه، توكسوبلازموسيس، تمام، بحيث انه انت بيكون في بروتوزوا، عن طريق مش بكتيريا، هو نوع من انواع البروتوزوا، تمام. هاي البسة المسكينة، لا هاي مش مسكينة البسة، هاي بيكون انت في عندك شو، بيكون في عندنا انت التوكسوبلازموسيس او الباثوجين بيكون موجود جوات البويضات تاعونها، فبنزلوا بالفيسس، تمام. مثلا اجت الفيميل او صاحبة البسة تنظف البوكس تبع البسة، تمام، الساند بوكس تبعها، وتوسخوا ايديها فيها، وراحت عم تاكل واكلت، او حطت ايديها على فمها الى اخره، المهم انه انتقل لها يعني، تمام، انتقل من البسة للفيميل. هسا مشكلته انه هو بيعمل برين دامج للفيتس، واذا اصلا كان باول شهورها ممكن يعمل زي ما حكينا اجهاض، تمام، فهو جدا خطير، وخصوصا اول 3 شهور ممكن يعمل البيبي برين دامج. نوع اخر بينتقل كمان عن طريق الانيمالز اللي هو السالمونيلا، اللي هو بيعمل لك دياريا، تمام، بينتقل عن طريق الفيسس تبع التورتلز، تبع الدواجن وتبع الزواحف تبع الطيور. تورتل مش دواجن، تورتل سلاح، فحطلوها بس عندكم. اخر اشي اللي هو الارثوبود، ارثوبود المفصليات، مثلا يجي ناموسة، تمام، تنقل المرض، زي الموسكيو زي ما حكينا، ناموسة، البرغش، او حتى ممكن الجمل، اشياء كثير كبيرة، كل المفصليات ممكن تنقل لك انت المرض. طبعا هاي المفصليات لما تنقل لك المرض، او الحيوانات لما تنقل المرض، شو بنسميها؟ بنسميها فيكتور، فيكتور اللي هنا ناقل حي، كارير، بتكون الايف، تمام، بنسميهم شو سميناهم؟ سميناهم فيكتور. طيب ممكن طبعا بحكي لك انه شو الاشي اللي بيصير فيه، بتيجي هاي الناموسة تاخذ مثلا الباثوجين من انسان مريض، بتروح بترجع هي بتقرصك، فتنقل لك المرض، تفوت لك يا دغري على البلاد ستريم. حلو، طبعا فيهيكل زي ناقل، بس ناقل بيكون جماد، فيكتور بيكون ناقل حي. ارثوبود بنكمل فيها، بحكي لك معطيك مثال يعني على امراض تنتقل عن طريق المفصليات، زي التيكي لايم ديزيز، هذا كان موجود بامريكا، تمام، انتقل عن طريق المفصليات، تمام، بحيث انه كان المصاب اللي كان مصاب بالمرض هم الديرز والماوس، فيران وغزلان، تمام، فاللي صار انه اجت الناموس او هذا الفيكتور، تمام، اخذ دم، مص دم من الدير، مص دم من الماوس، وراح وزوهم بانسان. المرة الثانية عن طريق السبايروشيت، تمام، اللي هو بريلا، سوري، هاي الاشي هو اللي عملنا مرض اسمه اللايم ديزيز. هيك خلصنا حكينا عن الأشياء اللي كانت لايف، المفصليات، الإنسان، الحيوانات إلى آخره. هسه رح نحكي عن أشياء نون لايف. نون لايف زي شو مثلا؟ بينتقل الهواء، زي شو بينتقل الديزيز، أو بكون حامل للديزيز؟ الهواء، التربة، الغبار، الأكل اللي بناكله، تمام، ميلك، ووتر، المي، تمام، مرض الكوليرا صار مرض المي أصلا، المي الملوثة كانت من النيل، عجبت عدنا بمصدر. المهم بحيك مثلا تكون موجودة في الدست، تمام، أكيد الواحد مثلا عطس، سنيزينج إلى آخره، راح ينتقل له، تمام. أمثلة على كيف بينتقل، زي مثلا الكولد والإنفلونزا، تمام، تلاقي الفيروسات بالهواء طايرة. أوكي، في عنا إحنا أير كورنت، وفي عنا أير فينت، تمام، هذول الشغلتين كمان انه كان ترانسبورت الريسبيراتوري باثوجين ثرو هيلث كير فاسيليتيز اند اذر بيلدينج. اير فنت والاير كرنت شو يعني؟ اللي هم الفتحات التهويه، مرات حتى ممكن كمان اللهم صل على سيدنا محمد، اللي بنركبه عشان المكيفات، ممكن الكيفات، مكيفات كمان واحدة من أشياء فتحات التهوية، هاي الأشياء ممكن تنقل الباثوجين.
مو أفا ترانز ميشن، كيف بيصير النقل؟ شو هي الطرق أو البعثوية اللي بينتقل فيها الديزيز من المخازن أو نحكي من المكان اللي هو موجود فيه لعند الإنسان؟ بحكي لك إنه في عنا مثلا بالمستشفيات، هسا شوفوا بالهوسبيتال لازم 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 يكون كل إشي السبتك تحت السبتك كونديشن، لازم كل شيء يكون موجود تحت مطهرات معقمات. لو لا سمح الله مثلا طلعت إشي زي الاستفاليكوكس ولا السبتوكوكس ولا أي إشي وانتشرت بالمستشفى، هذا الإشي مصيبة، تمام؟ يعني إذا بتنتشر وحدة مثلا تحت راحت على البلاطة. مرة من المرات في المستشفيات يعني انجبروا إنهم حتى البلاط تبع المستشفى يقبعوه كله عشان يقدروا يتخلصوا من الانفكشس، لأنه فعليا هي بتنتشر بكل مكان. يعني عم تحكي انه تنتشر بالمستشفى، طب ما المستشفى فيه اطفال خداج، فيه سيرجيكال صح بالعمليات، يعني كل البيشنت اللي موجودين في المستشفيات، عشان هيك لازم يكون اشي يكون واعيين وحذرين. يعني هي واحدة من طرق الانتشار، وانتشر بالمستشفى بغرف العمليات بغرف الخداج الى اخره، تمام؟ تمام. بحكي لك انه انت في عندك 4 برينسيبل لانتقال الباثوجين، اللي هو بالكونتاكت. ان كونتاكت انه اتصال، يا اتصال مباشر يا اتصال اندايركت، انتقل ديزيز مثلا واحد سلم على واحد، هذا دايركت انتقل للمرض من بيرسون لبيرسون. هاي طريقه. طريقه ثانيه الايربورن، تمام؟ عن طريق شو؟ عن طريق الهواء. ايش ثالث؟ عن طريق الدروبلت، تمام؟ بيكون في انت عندك يعني بيكون موجود مثلا في ال في ال في ال محمد دروبلت. شو يعني؟ يعني مثلا حالة ده مع المرض تنفس، لما تنفس طلعه لبرا صح ولا لا؟ فما طلعه راح هذا اللي طلع راح يروح على انسان ثاني respiratory للاذر بيرسونز اللي بيكون موجود قباله، فهي بنسميها دروبلت، انه بيكون عالق في الهاي الهواء. هاي مش نحكي مثال على، شوف هاي الصورة اللي هون، هذا اللي هون respiratory droplet مثلا عن طريق الاير، تمام؟ اللي بعده عن طريق الفيهيكولر او عن طريق الفيكتورز. زي ما حكينا الفيكتور انه بيكون نواقل حية، فيهيكولرز بيكون نواقل غير حية، مثلا يكون موجود في الماء، يكون موجود في الاكل، تمام؟ يكون موجود في الدست. هاي الصورة بتلخصهم كلياتهم، تمام؟ ممكن ينتقل، هي مثلا واحدة، تمام؟ ممكن ينتقلها شلون؟ ممكن يجيها من المي من الووترز، تمام؟ ممكن مثلا انه الفيسز نروح على الاكل وهي اكلت منه، تمام؟ ممكن عن طريق الدروبلت زي ما شرحنا، عن طريق اتصال مباشر دايركت، تمام؟ ممكن عن طريق المسكيو الحشرات، عضها كلب من الانيمالز، تمام؟ غزتها برانتيرا لو كانت هاي البرانتيرا الملوثة بباثوجين معين الى اخره. هسه رح نحكي عن المود اوف، نكمل يعني بهاي بالمود، رح نحكي عنها بمور ديتيلز. طيب زي ما حكينا احنا فاهمين ديزيز هي معدية، لكن معدية بس انه مش بسهولة، يعني مش بسهولة بصير العدوى، بدها كارير، بدها نواقل، تمام؟ اول طريقة الانتقال هو بيكون دايركت. الدايركت بيكون عندي دايركت سكين تو سكين كونتاكت، واحد اجى سلم على الثاني انتقلت العدوى بكل بساطة. وعشان هيك بحكي لك دائما انت غسل ايديك بيكون كثير منيح، راح تقلل نسبة العدوى اللي ممكن تصير. الثاني دايركت ميوكوس ممبرين تو ميوكوس ممبرين، زي مثلا بالكيسينج او بالسكشوال انتراكشنز. السكشوال انتراكشن الامراض اللي هو منقول جنسيا كثير مشهورة، خصوصا برا، السفلس، السيلان، الجونوريا، الزهري، انا حكيت بالعربي الانجليزي. المهم في عند كثير امراض اخرى، تمام؟ في الدمل، في كثير 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 امراض، ومشكلتها زي ما حكينا انه هي فعلا بتكون خطيره. الايدز كمان هو سكشوال، تمام؟ الاشياء اللي بيسببوها الباثوجينز الكلاميديا والهيربس والاتش اي في. الطريقه اللي بعدها اللي هو الاندايركت عن طريق الاير بورن دروبلت، حكيناهم، بيكون بكح او سنيزنج، تمام؟ واغلب بحكي لك انه اغلب الامراض التنفسيه الريسبيراتوري تنتقل عن طريق هاي الطريقه. وبس ان شاء الله تكونوا استفدتم، موفقين يا رب.